قامت لجنه التنميه الريفيه والبيئيه للجمعيه الوطنيه باداره ميدانيه لمقر مصنع ريشو تومي الغرض من الزياره وبحسب تصريحات رئيسه اللجنه خديجه حساب الله انها تهدف الى معرفه الاسباب التي حالت دون عمليه توزيع القانون ريشو محمود حسن سمبو والمزيد من التفاصيل. ريشو توماي أو موقد توماي الذي صنع في تشاد من قبل المهندس التشادي محمد نور عبكر بكر يسمى أيضا بريشو سكان الأرياف والحضر لأنه يعمل بالكروزين المسمى محليا بالبترول من المفترض أن يوزع في الأرياف والحضر وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية إدريس بيتنو غداة زيارته المصنع في عام 2013 غير أنه ما يزال موجودا بمخزن المصنع لذا فإن لجنة التنمية الريفية والبيئة للجمعية الوطنية التي ترأسها النائبة البرلمانية خديجة حسب الله برفقة عدد من النواب الأعضاء في اللجنة قد زارت المصنع بهدف معرفة الأسباب التي حالت دون عملية التوزيع ومن ثم التوسل لدى الحكومة من أجل إيجاد حل عاجل لها بحيث أن استخدام هذا الريشو سيساعد في عدم استخدام الحطب الذي يسبب استخدامه دمارا هائلا للبيئة الحل الامثل يعني ممكن نقدر نحارب فوق التصحر ونقدر نحارب فوق قطع الاشجار الحسي بقت لنا مشكله عويصه يعني في التاج في تشات وبقت مشكله تجاريه مهمه بالنسبه لكثير من الناس انه بيعيشوا في قطع الاشجار عشان ننتهي من هذه المشكله نحن احنا يعني قلنا الحكومه لازم تشوف مع السيد السيد محمد نور تشوف معه دي يعني حاجات السيد رئيس الجمهورية هو سيدا فخامة رئيس الجمهورية هو سيدا قمة وشاف الرشودة مش الحل الأمثل وجاء وافتتح المصنع وبعدين يعني المصنع ده السدة هذه الزيارة الميدانية لأعضاء لجنة التنمية الريفية والبيئة لقد تركت انطباعات جيدة لدى المدير العام لهذا المصنع موضحا بأنها ومن دون شك ستساعد في إزالة العوائق التي تقف أمام عملية التوزيع. الرشودة ده اللي هي صناعة شادي مية مية واقتصادية يعني معناته لو عندك 20 ريال تصب بترول وعندك رشوة هناك نارك ماشي. عندك 100 ريال نارك ماشي. والرشوة مصنوع لبرام حقتنا هناك يعني بورما هنا انا شاد كان برما نمر واحد نمر اثنين او نمر 10 الروشي يمشي بيا فرحان زيادة اسمك ودا اسمك ال دا اسمك الرول هن البرلمان سوى في اسمك ال البرلمان داير نشجع اسمك النشاطات اقتصادي نشاطات للشباب ولل لل للسكان وده من, من نوع من النشاطات بالسي ونحن نرحب بالشيء ده زياده وفرحنا كثير وخاصه على اثر كله فرحانين زياده بالفيزيت هنا هنا البرلمان ده. ان استخدام الريشوتو ماي بحسب المدير العام لهذا المصنع قد يسهم في جلب اكثر من 400 مليار فرنك سيفا سنويا منها 270 مليار فرنك سيفا لخزينه الدوله كما انه يسهم ايضا في خلق فرص عمل للشباب إذن فعلى الجهات المعنية الإسراء في عملية توزيع هذا الريشو بغية إثراء الخزينة العامة للدولة